السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المخلوقين. في هذا الفيديو إن شاء الله هنشوفوا يعني واحد يعني هنا آلة مزيل العجلات بلاك بوندوغا كاردوم، يعني واحد ديمونتشيما ديال ماشين ديال هذاك اللي مزيل العجلات ديمونت بنو اللي كي يحيد العجلات. هنا عندنا بريز دو كورون يعني 400 فولت يعني 400 فولت. هنا عندنا داك البريز ديالو اللي كيتخشى فيه هنا، يعني هذا مال هذا فيميل وهذا مال يعني نتوا وذكر. هنا عندنا ال1 ال2 ال3 يعني، وهنا اي1 في1 دبل في1 هذا كوميتاتور يعني من هنايا مارش افون اريال. هنا عندنا يعني دوران الى الامام ودوران الى الوراء مارش اريال مارش افون، هذا هو الكوميتاتور، هذا الكوميتاتور هذا. وهذا هنا بلاكا بورن دي موتور كابلاج دي موتور، يعني هنا كابلاج دي موتور. هنا غنشوفوا مارش افون يعني افون، عندك سيدي مارش افون دوران الى الامام، عندك ال ال1 في1 ال2 في1 ال3 ال3 دبل في1 مارش اون اريير يعني U1 L1 W1 L2 V1 L3. هنا يعني سميت الخيط الاخضر هنا فيغ لا تير ولا تير، هو هذا لا تير، هذا كوميتاتور كبير ديال الليد. وهنا البني يعني انا درت لكم هنا يعني حيت راه 3 فاز راه 3 فازي هنا راه 3 فازي هنا البني يعني المارون غيمشي ال1 البلو الازرق غيمشي ال2 النوار غيمشي ال3 يعني الكوميتاتور، هذا راه كوميتاتور. هنا اي1 في1 دبل في1 يعني غيمشي كما العاده غيمشي لهنا الكابلاج دي موتور، هذا موتور هذا كوميتاتور اللي ديالو غيمشي ال اي1 غتمشي المارون ها تري فازي اي 1 غدير البلاكا هذاك بحال هكا غدير لها غتجمع اي دبل في 2 و اي 2 و في اي 2 المارون يعني البني غيمشي ل اي 1 الزرق غيمشي في في 1 و الاسود يعني النوار غيمشي ل دبل في 1 مفهوم هذا. يعني هنا قلنا الخضر لاطير تري فازي غيمشي للكوميتاتور غيمشي للبلاكا بورنيل، وهادو غتجمعهم غتجمع مثلا دبل في دو دبل في او اي دو في في دو غتجمعهم بديك سميتها الباريت فوغ اكوردي افيك الباريت كومسا. وهنا غتجيب مثلا هنايا لاطير غيجي للكوميتاتور غيمشي لها سميتها غيمشي للموتور البني يعني المارون غيمشي لل1 الازرق البلو ال2 راه 3 فاز 3 فاز 3 فازي و والنوار غيمشي انا درت لكم الالوان باش تفهموا ال3 هادو يعني سميتهم. ومن هنا من هاد الكوميتاتور ها هي اللي ديالو كوميتاتور بصي لا ما دو كومونت اي 1 اي 1 غتمشي ل اي 1 و في 1 اللي هو المارون بني مارون غيمشي ل غيمشي ل اي 1 ازرق بلو غيمشي ل في 1 و الدوبل في 1 غتمشي ل الدوبل في 1 يعني اللي هو الاسود. هنا دوار المحرك ذو اتجاهين يعني هنا الامام الى الوراء هنا 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 اذا كسميتو هذا هنا راه 400 فولت يعني هنا مارش افون الى الامام ال1 في1 ال2 في1 ال3 ال3 دبل في1 مارش اريال يعني الى الوراء في1 ال2 دبل في1 ال2 في1 ال3. Voici le commutateur de Montebleu et voici le moteur. Il faut toujours faire comme ça. Les barres. Dis-moi quand les barres comme halak. Une forme d'abord. Il y a une forme. Voici trois phases. 400 volts. Trois phases. Ici, le verre, la terre, va sur le commutateur et vers la terre. Le marron va sur L1. Le bleu. Vers L2, le noir vers L3, du commutateur. Sortie du commutateur, marron va sur E1, bleu
sur le bleu sur V1, le noir vers W1. Ici, marche avant du commutateur. Voici sa main. L1, U1, L2, V1, L3, W1, U1, L1, W1, L2, V1, L3. Donc, il y a une triphasique, 400 triphasiques du moteur. Il y a un moteur. Il y a un commutateur qui marche avant de tirer le dos. Il ne démonte plus. Assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.